اذكر شهر هجري اسمه من كلمتين. دكتور محمد، شهر هجري يتكون من كلمتين. شهر هجري يتكون من كلمتين الوقت. صفر. ها؟ صفر. صفر. دكتور، صفر كلمة واحدة. وست شيماء، اذكري لي شهر واحد هجري يتكون من كلمتين. فقط كلمتين. لا، عشان تريدين أربعة. هذا غير شهر، هذا بأربعة. دد 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 دد. اثنين، مو واحدة مثل ما قال دكتور، خطأ. يلا. ها؟ رجب. رجب؟ يا رجب، يا عجب، رجب! هذا الشهر العجب إذا هالشكل. هالشنو؟ إذن خلونا نروح عند الحكماء. اسم شهري واحد متكون من كلمتين. ذو الحجة. ذو الحجة. صح. هذيك. قلت لي صفر؟ وانت قلت رجل، جاوبتي. هذا أقولكم من كلمتين. كلمتين. نعم. إذن. إذن قرر الآن نجي وياكم نلعب لو وياهم. ناخذ السؤال. تاخذوا. تفضل دكتور.